اليوم رح نتحدث ثلاثة شيفيه بلبنان بيعملوا ثلاث سندويشات، والجائزة هي لأطيب ساندويتش رح ندوقه اليوم ونقيمه. دير بالك شيف، التحدي كتير كبير، اللي حيربح هو اللي أطيب. متى تلهم دكتور فول؟ نحن قد إذا الله راد. أول شي نحن منبلش بالسفاين، نحن عاملين النقع خصوصي للدجاج. لبين ما يكون خلصوا للدجاج حنبلش بالباكات، تقريبا بده 7 دقايق إلى 8 دقايق ماكسيموم. خلينا ننزل المشروم هلا، حنزيد ترافل أويل على المشروم. هلا بنزيد عليهم المشروم والبصل المكرمل. هلا بنزيد ترافل اويل. هلا حنزيد موزاريلا، كريم فخير. صوص ترافل. اول شيف رح نزلنا ثلاث صحون، يلا ندوق السندويشات عند الشيف غدي. اوكي، هذه شو؟ هاي ترافل تشيكن مع سانشاين ستيكس بالملح، وهاي ترافل تشيكن مع سانشاين ستيكس بالكاتشب، وهاي ترافل تشيكن مع سانشاين ستيكس بالحامض والحار. سانشاين على ملح، على كاتشب، على ليمون وحار. سانشاين تفضل. رح بلش باللي فيها سانشاين ستيكس على ملح. خليك حدنا هون. انا بعشق الترافل من ورا الدكتور فود سو. طيبة. كون الثلاثة ساندويتش محشيين نفس الحشوة بالتشيكن ترافل، حب أكثر شيء بالسانشاين ستيكس هي الحامض والحار. أوكي، أنا أول شيء بفضل إنه ما ينحط علي صوص من فوق، يتاكل لوحده لأنه قريت الصوص موجودة بالكعب، صح شيف؟ مضبوط دكتور. خبزة إذا بتشوفوها محمصة بطريقة مضبوطة فريش، ما فيها تجاعيد بقلبها، يعني مش منشفة من امبارح، مخبوزة هلا الخبزة. خلينا نشوف قرشتها وطعمتها. شوف شيف، لأن الخبزة فريش عطيت نكهة مخيفة جدا. أخذت أنت 60% من الطياب الساندويتش. أوكي، الترافل طيب، الدجاج منيح، السانشاين ستيكس أخذها على غير محل، أعطاها ليفل تاني، فطيبة صراحة. دكتور فود الكاتشب. نكهة الكاتشب بقلبها فاجأتني. طيبة. أول شيف معنا عمل ثلاث سندويشات، حط فيهم ثلاث أنواع سانشاين ستيكس، بس النكهة جوا موحدة وحدة. خلينا ناخذ رأي أخير لشروق، شو رأيها بالساندويتشات؟ أنا بيهايند ذا كاميرا كنت عم باكل، كتير طيبين صراحة. زي ما قال دكتور فود الخبزة كتير طيبة والدجاج طيب. دكتور فود قديش بتعطي البرزنتيشن وقديش بتعطي التيست للشيف غدي؟ وقت نقول برزنتيشن يعني عم نحكي باكجينج، باكجينج مقدمة بهي الطريقة، صحن بياخذ 9 على 10. بتحس حالك حتربح؟ أكيد ربحت. شو بيه الشيف غدي بيقول لي أنا حأربحه؟ قلت لنروح فيه. هلا شيف غدي طار مني تليفون اذا انت ربحان ولا لا. وهلا وصلنا مع الجائزه على المطعم الثاني، تعالوا نشوف الشيف الثاني. ثلاث شيفين بيعملوا ثلاث سندويشات من ثلاث محلات مختلفه، اي شيف بيكون سندويشه اطيب شيء ليربح هيدي كلها لقلبه. بقلب الساندويتش بدك تختار وحده منهم او ثلاثتهم. اوكي، بتحط اليوم بقلب الساندويتش لندوق الساندويتش مع هيدي كيف بتكون. اوكي، لازم تكون كرييتيف قد ما فيك لانه في جائزه قيمه. انا برايي لازم تتميز بالساندويتش اللي حتعملها لتكون انت ربحان الجائزه الاكبر بيناتهم. تكرمونا كمان. صوص شادر اللي فيها لابينو، حط 30 جرام كولسلو، حط 15 جرام كبيب. هلا بدنا نشيل صدر الدجاج اللي هو 120 جرام. بدنا نحط عليهم 20 جرام موزاريلا تشيز. هلا رح نحط جريلد اونيون، صوص اللي هو يعني باربيكيو. هلا عنا سانشاين ستيكس. ميس كروس فرايز. شيف محمد، اول شيء انت عملت تشيكن راب صح؟ صح، عملنا حامض وحار سانشاين ستيكس. سانشاين انت بلشي اول شيء. كتير خفيفة وطيبة، it's so light. ونكهة الحر اللي أعطتها إياها sunshine sticks، واو، مع إني ما بحب الحر بالإيد، بس this is delicious. شو المكونات كلها الموجودة بقدر؟ فيها هي تشيدر صوص مع هالابينو، هنا كمان كبيس، okay. بس جريلد أونيون، okay. ودجاج عليه كوكتيل تشيز. sunshine sticks اللي هو حامض ونعناع، وبالأخير اللي هو هاني باربيكيو صوص. هاني باربيكيو صوص، هي جديدة، خلط أنت الباربيكيو صوص مع الهاني؟ هي بتجي سنتر كيتشن صوص هني عاملينها فوق. خلينا نجرب يلا. فعلا طيب كتير.
خفيفة. أنت حطيت لها شيء حار بقلبها؟ سانشاين ستيكس هو اللي عطيها نكهة الحار. أول مرة بشوف سانشاين ستيكس الليمون تشيلي هالقد طاغي بقلب الساندويتش. أول شيء البطاطا فكرتها تشيبس أنا، بس لا طلعت هي مقصوصة بهي الطريقة. قريبة يعني. بطاطا مميز كثير. دكتور فود، قديش بتعطي شيف محمد من ناحية التيستينج للطبق ومن ناحية البرزنتيشن للطبق؟ كون المحل الثاني مانو كيوسك، اتس أمريكان سيرفيس كريبوي، بعطيه 9 على 10. مطعم الشيف التالي لنشوف اذا حيربح. ضربنا 3 شيفيه، الشيف اللي بيطلع الساندويتش طيبه هو اللي حيربح الا الجار المصاري كله مليان. لازم تكون كثير كرييتيف تستعمل فيها السانشاين ستيكس برودكت تبع الدكتور فود اللي رح نعطيك اياه هلا، كون قد ما فيك خلاق واعطينا اطيب ساندويتش لتربح هذا الجار. اوكي والله راح احط الطاووع على النار. السر بالنسبه للشيش طاووع نحن بنحضر يعني الخلطه كامله، عندنا برودكشن خاص وعندنا تتبيله خاصه بالكبابجي يعني ما حدا بيعرفها. هيدا الخبز توم، نحط الكبيس. هلا بنحط الحار والحامض. بزيد هلا شويه بطاطا. شو هولي ستيكس؟ أطيب ساندويتش طاووق. شاف شو الاسم؟ شيلي. شو حطت بقلبها كلها سوا بس خبرنا؟ توم وكبيس وبطاطا وسانشاي ستيكس. شاف أنت بتعرف إذا طلعت أطيب ساندويتش أنت حتربح هيدا. ثلاث شيفيه كل شاف عمل ساندويتش أطيب من الثاني. هلا عن جد. دي صغيرة. توم كبيس طاووق وبطاطا. طيبة. طاووق كثير رخص، ساندويتش مش كثير تخينة، يعني على فتحة تمك أنت عم تفتح تمك بترتاح بالكاتشب، أما إذا كانت تخينة بدك تصير تشد وتعلق وتزرزب وكذا، هذه نقطة كثير مهمة إنه الشيف اشتغل على هي الكواليتي وهي الطريقة أنا بالأكل. حامض وحار السانشاين ستيكس بقلبها، أعطتها شوية لدعة حامض ولدعة حر. مع الطاووق الحامض والحر كثير طلعوا طيبين، كومبينيشن حتى الريحة فاهت أكثر. برافو شيف. قديش هي بسيطة؟ قديش الفليفرز جوا قوية؟ دكتور فود على 10 قديش بتعطيه للشيف شريف؟ شيف شريف بياخد 9 على 10. هون المشكلة الأكبر إنه كل شيف اختار طريقة معينة، الشيف حريري روع على الترافل، الشيف محمد بكريبوي روع على الرب، الشيف شريف روع على الطاووق على العربي. ثلاثتهم طيبين، ترافل قيمته كثير كبيرة بالسندويشات الأجنبية، الباكيت كانت كثير طيبة عند الشيف. غادي الصوص كان شوي زيادة، أنا حسيت أنا الترافل شوي قوية وكتير في صوص، بالدليل إنها كانت بتشرشر. كريبوي كانت كتير ناعمة سلسة منها تقيلة، تاكليها وبتشبعي والنكهة واضحة فيها بيناتها. شو بالنسبة لكبابجي؟ طنا ساندويتش طاووق، لا الدجاج كتير طيب، التوم رائع، البطاطا السانشاين خفيفة نظيفة بتاكليها ما بتشبعي كتير، بتحسي حالك معدتك أريح، نكهة طيبة كتير بخليك تشتري وحدة تانية لتشبعي. صعب. ما تنسى انه الشيف شريف ما اعطانا برزنتيشن مثل مثلا الشيف محمد. جيتي اكلتي بمحل ببيع ساندويتش، يعني ما طلبتي الا ساندويتش، اعطيك اياه بورقه، حط لك اياه بصحن وقول لك تفضلي. انت هيك اعطيت كل المطاعم 9 على 10، ما عندنا رابح. بس اذا بتقولي لي انت جورج اي كل يوم تاكل نفس الساندويتش حاسالك اياها لك قبل ما اخذ قراري هلا من الرابح. الشيف شريف صراحه انا 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 عندي استعداد كل يوم اكل منها مرتين كمان. شيف شريف انت اللي ربحان. خلينا نعيط له نحكي معه. شيف شريف فينا نحكي معك دقيقة لو سمحت؟ شو رفعت؟ شيف نحن برمنا 3 محلات، 3 شيفية، كل شيف عمل ساندويتش تبعوله بنكهته الخاصة، فنحن دقنا لثلاث ساندويتشات وثلاثتهم طيبين، اللي ربح هو السطل هو الشيف شريف. ألف مبروك. ميرسي ميرسي لك. بارك بعمرك. شعور كثير يعني أنا مبسوط وشفت الدكتور فود والمدام وميرسي لكم يعني عن جد ميرسي. بدنا نقول للشيفية اللي موجودة هلا حاليا بلبنان، جهزوا حالكم رح نبرم عليكم وهذا رح نعبي لكم اياه. انتم كمان في بيوتكم فيكم تشتركوا بالمسابقة، إذا عملتوا لنا بليت بالسانشاين ستيكس يكون كتير طيب، شيفية ومش شيفية، إلكم هيدا التحدي ونحن جايين لعندكم.